بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات التي تعيش في فصل الشتاء. طبعا هذا النبات يتحمل درجة البرودة ولا يتحمل درجة الحرارة العالية، وغالبا يعيش في المناطق في الخليج العربي، الإمارات والسعودية، الكويت، الأحساء الشرقية، الرياض. ممكن يعيش هذا النبات المتواجد بنسبة كبيرة جدا في الجزيرة العربية، بالذات الخليج العربي. وأيضا ممكن يعني هذا النبات يتكاثر بنسب كبيرة جدا، وتختلف تكاثره من منطقة إلى منطقة. طبعا هذا النبات لونه بنفسجي ويتحول إلى اللون الأصفر، ويتغير لونه على حسب المنطقة المتواجد فيها. وطبعا هذه العينة متطورة بنسبة كبيرة جدا. ممكن طبعا اكتشفت في هذه العينة نوع من أنواع البكتيريا، واكتشفت نوع أنواع من الفطريات والطفيليات والديدان. وأنا أنصح يعني الخبراء بدراسة هذه النباتات المتواجدة في الجزيرة العربية وتحليلها، ومعرفة يعني مكوناتها والمخلوقات التي تتطفل عليها، من سواء كانت ميكروبات أو أحياء دقيقة أو ديدان أو فصائل أخرى من البكتيريا أو فصائل أخرى من الطفيليات الدودية أو فطريات أو فيروسات. أنا أنصح يعني العلماء بدراسة هذا يعني الفصائل. مثل ما تلاحظون هذه الفصيلة يعني تتحمل البرودة بنسبة كبيرة جدا، قد تصل يعني تحملها إلى 5 درجة الحرارة أو 1 درجة الحرارة، وممكن أيضا تصل إلى 0 درجة حرارة. طبعا تم تشريح العينة ودراسة الميكروبات والطفيليات المتواجدة فيها، وتم تحليلها بنسبة كبيرة جدا وحفظها. وطبعا هذه العينة طبعا محفوظة من سنة تقريبا أو سنة ونص. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. وطبعا هذه العينة تعيش مع النباتات الزهرية، ممكن تنتج عنها نباتات زهور بسيطة جدا أو صغيرة. وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.